جدا بطولة إفريقية كرافيت مدينة الدار البيضاء. كلمة على البطولة. بالنسبة لنا احنا بطولة في الدار البيضاء هي من بالنسبه لنا احنا بطوله في الدار البيضاء هي بطوله مزيانه واكثريه في الدار البيضاء لان حنا كنعرفوا الجمهور ديال كازابلانكا كيكون واحد الجمهور اللي ذواق وكيشجع بحالو بحال المغاربه كاملين. حنا ان شاء الله عارفين هذه البطوله غتكون واحد المستوى عالي، عارفين غتكون عندنا نتائج مزيانه ان شاء الله، وهذا الشيء كامل باش نرفعوا الرايه ديال البلاد ان شاء الله. بالنسبه للجون بالنسبه للكادي يعني كاين طاقات؟ الحمد لله عندنا من احسن الكادي اللي كاين حاليا في العالم، ولي جينيور وحتى لي سينيور عندهم مستوى عالي ديالهم، عندهم الكلمه ديالهم. ان شاء الله كلشي الابطال عندنا فيهم الثقه التامه باش غيعطيهم 100% وغيعطيو اكثر من جهدهم. المنافسه احنا عارفين عندنا منافسين قويين، عندنا دول اللي حتى هما حاسب لينا الف حساب، حتى احنا خدامين على هذاك الشيء. احنا منتظرين بان تكون واحد المنافسه قويه وشرسه، ولكن هذا الشيء ما كينقصش من الابطال المغاربه. ان شاء الله غنكونوا في نهارهم.